مشغلين موسيقى، ده عباره عن غنى، والله ما تغش روحك. اصل انا لو بشوف الكلام ده صح طوالي بجيب لي شريط للحوت، ولا جبت المشكله بتاعت عمك ذاك، فهمت؟ يا سمعت المشكله يا خليت الشغل ده لانه مشكله، لكن عشان انا العب بالدين حاجه اسمها غنى اسلامي او انشاد اسلامي، في انصار سنه هنا يجي يخش يدينا دليل؟ صار سنه اختبر، ولا السروريه اللي بيشجعوا فوقه تقدر تخش هنا تناقش؟ ده هنا الليله يوم الرجال، تفهم الحاصل؟ ما تقعد تلعب بالدين. اصبر لي، كلهم جايينهم لك ان شاء الله. ده لعب ساكت، صار السنه دين لعب، لعب بالدين. جايبين محمد الامين اسماعيل قبل 4 يوم في الغنى، الغنى مشغلين مديح غناه السودان مديح، وهو قاعد يسمع ويطوطح في راسه، يا سلام، يطوطح في راسه في البدعه. محمد الامين اسماعيل ها على ان صار السنه السلام، صار السنه الزمان ناس ادرب شرتاي، ادرب شرتاي في الشرك، خش القبه تحت الختميه، ناظرهم قدر ما ناظرهم ابو يقتنعوا. يوم خش القبه قام شال القطيفه حقت القبر، ما بيغطوا لك يا الصوفيه، بيغطوا القبر بتاع الشيخ خاصه بقطيفه دلقان اخضر. قام شال الدلقان، قاموا الجماعه قبضوا ادرب، قال لي ادرب تشيل ليه؟ قال لهم الشيخ اذن لي. يا ادرب انت كذاب ولا شنو؟ الشيخ ده ميت ما بيسمع. قال لهم احنا من زمان بنقول لكم في شنو؟ فهمت؟ زمانا صار السنه الواحد بيخش الجامع بالباب بيمرقوه بالشباك، فهمت؟ زمانا صار السنه زمان، فهمت؟ غيروا الشغله كلها بقت هوس هوس. صار السنه بيقوا اسمعوا في الغنى، تخيل صار السنه بيسمع في الغنى، بيسمع في الكاشف كمان. ده كمان عمك عنده حنين للحقيبه، عامل فوق الوط اصلي سوداني يعني، فهمت؟ وانصار سنه ثاني بيمشي يزور القباب مع الصوفيه، وانصار سنه ثالث بيتريض مع تابيته بطرس. الحركه الشعبيه مره بعد تلقى مره تلقى طابيته، كما قال المثل حشفا وسوكيله، فهمت؟ تعرف المثل ده انصار السنه، وانصار سنه ماشيين مع عبد الحي يوسف وغيره من الهوس. دي كلها مناهج فاسده، الدين لا فيه جماعات، لا فيه هوس، لا فيه تفرق. واي زول كلامنا ده ما عاجبه بنفتح له فرصه، انت ما قادر جيب الدكتور بتاعك، جيب نائب رئيس جماعه انصار السنه المحمديه بالسودان، جيبه بيجي، جيب الرئيس ذاته، جيب الامين العام، جيب مساعد الامين العام، جيب الياي بتاع المساعد بتاع الامين العام، كلهم جيبه، فهمت؟ كلها مناهج فارغه. والله يا انصار السنه لو دارين تقدموا دين بالطريقه دي ما بتقدموا دين، دي ما طريقه بتاع تقديم دين. اول ما بدا به الرسل والانبياء جميعا الدعوه للتوحيد، بيان التوحيد، بيان الحق للناس. ربنا سبحانه وتعالى قال ولقد بعثنا في كل امه رسولا. ما هي مهمه هؤلاء الرسل والانبياء؟ ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ربنا قال واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. ما في رسول ولا نبي إلا أول حاجة يبدأ بالتوحيد والعقيدة ويبين الحق للناس ويدعو الناس للتوحيد، وهذا ما بدأ به سيدنا ورسولنا وقدوتنا وأسوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول مما وقف على قريش ربنا قال وأنذر عشيرتك الأقربين. النبي عليه الصلاة والسلام طلع في جبل الصفا، طوالي طلع في جبل الصفا، ثم نادى في قريش يا صباحا، أو قال وصباحا، اتجمعوا له ناس قريش، قال لهم لو قلت لكم أن جيشا في سفح هذا الجبل مصبحكم أو ممسيكم أكنتم مصدقي؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا قط. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. أول حاجة بدأ بها الرسول صلى الله عليه وسلم التوحيد. يقول لك طيب ما هنا الليلة السودان برضو الناس بيقولوا لا إله إلا الله، ديلك عرب كان بيفهموا لا إله إلا الله معناه شنو؟ عشان كده ربنا قال إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله شنو؟ يستكبرون. ليه؟ لأنه فاهمين معناه، فاهمين معنى لا إله إلا الله أنه لا يستحق العبادة إلا الله، عارفين أنه معنى لا إله إلا الله
إنه ما تدعو غير الله ولا تنادي غير الله، وإنه الآلهة والأنداد ناس اللات والعزة ومنات وهبل وغيرها ومنات الثالثة الأخرى أنها لا تملك مع الله شيئا. عارفين الموضوع ده؟ عرفته؟ فعشان كده طوالي رفضوا لا إله إلا الله. الليلة لو قلت لأي زول في السودان هنا قل لا إله إلا الله، طوالي بقول لك لا إله إلا الله ولا إله إلا الله ويردد لك، عرفته؟ لكن لو قلت له معناها شنو كثير من الناس ما بيعرفها. لو قلت له لا إله إلا الله معناه ما تنادي سيد القبر، لا إله إلا الله معناه ما تطوف بالقبة، لا إله إلا الله معناتها ما تقول غير الله بدي الجنو ولا بيعلم الغيب ولا بجيب الرايحة، معناتها أن هذه الأمور كلها من خصائص الله. هنا بعد ده بتقوم المشاكل، مشاكل بتقوم، عرفتها؟ ولذلك يا أخواننا مناهج الإصلاح الموجودة الآن كلها مناهج فاسدة. منهج الإصلاح أن يبدأ الإنسان بالتوحيد والعقيدة، تبدأ بالتوحيد، تبدأ بالعقيدة، تبين للناس العقيدة. الناس محتاجين التوحيد في الجامعات دي، يقول لك يا زول توحيد توحيد طوالي ما فيش يعين، قاعدين يقولوا لا إله، ديل ما محتاجين للتوحيد. التوحيد التوحيد محتاجين للناس. الشيوعي ده آخر منه إبليس، أنت عارف إبليس لو وقف في ركن بتاع الشيعين ممكن يقول ذاته أنا الوداني أضل العواليق ده شنو، أنت فاهم؟ لأنه إبليس بعد ما هو كافر ومطرود من رحمة ربنا سبحانه وتعالى وملعون وأي حاجة، إبليس لو سألته خلقك منو بقول لك خلقني الله، الكون عنده خالق أي، آدم خلقه منو؟ خلقه الله. ربنا سبحانه وتعالى قال لما أمر يعني إبليس إنه يسجد مع الملائكة لآدم قال أنا خير منه، وأبى يسجد ليه؟ قال أنا خير منه خلقتني، معترف إنه ربنا سبحانه وتعالى خلقه من نار وخلقته من طين. يجيك الشيوعي يجي يقول لك أنا لا أستطيع، زي ما كان عندهم واحد زمان في جامعة أم درمان الأهلية اسمه عصمت الدسيس تابع للجبهة الديمقراطية، طبعا الجبهة الديمقراطية ده الاسم بتاع الدلع بتاع الحزب الشيوعي، والآن بيقوا ذاته ما بيشتغلوا به، بيقوا يشتغلوا بجمعيات، جمعيات تلقى فيها الحمار، جمعية رزاز، جمعية الشرارة، ما عارف ليك جمعية شنو كده ما عارف، تلقاهم جمعيات. يقول لك لا يا أخي نحن سغافة، وتلقى واحد عامل لك فوق الود يقول لك ملك الحب ولا ملك الغرام، مش ملك وعامل لك فوق الود شاعر، وأنا مما كنت قاعد في النيمة والضبانة طارت وكده، والود عمل لك فوق الود بتاع جدعات يعني، ويلملموا في البنود، فهمت؟ ويفسدوا عقائد الناس، يفسدوا العقائد، لأن الشيوعي ما من البداية بيجي يقول لك هوي يا ولد هوي تعال من هنا أنت برلوم هاي الله ما في، ما بيجي يقول لك كده، يقول لك يا أخي نحن عندنا جلسة بتاعت استماع، يجيب لك زي الود القديم داك، فهمت؟ ده يمكن يكون مارق من التسعينات، فهمت؟ لأنه ده عندهم نضال، تربي الشعر بالطريقة دي ده اسمه النضال، تناضل جوا الشعر ده، ممكن تلقى قمل بيستغيث بربنا ينزل له مطره في الشعر ده، لانه بكل له 10 سنه ما غسله، لانه بيعتبره ده نوع من النضال، فهمت؟ المهم يجوك بشغل زي ده وشغل بتاع بنات وفساد اخلاقي، بعد ذاك بيبدا الفساد العقدي، يبدا الفساد العقدي، والناس اللي بيقوا بيخافوا المواجهه الصريحه ما بيواجهوا بها، لانه منهجهم واضح وظاهر البطلان، لكن بيبدو لك بالفساد الاخلاقي، بيبدو لك بالحريات وانك تعمل اي حاجه، والاصل في الانسان حر، لغايه ما يوصلوك لانه الله ما في ذاته. دي مناهج موجوده، والشيوعي عند ما تعتبر انهم ناس عندهم قرون ولا ناس سنونهم طوال زي الحلوف، لا، الطلبه بيقروا معاك وبخشوا معاك المرسم والغاعه وعنده بطاقه وطالب معاك وكده، عرفتها؟ لكن دي مناهج خربانه موجوده هنا، مناهج خربانه وسخه جدا موجوده هنا، كويس؟ فليل بيقول لك نحن بنبدأ بالإصلاح، وأول خطوة عندهم في الإصلاح إنه الإصلاح ينافي الدين، دين في إصلاح ماف، ديل عندهم الشيوعين، عرفتها؟ عشان كده عصمة الدسيس ده كان بيقول قال أنا لا أستطيع أن أجزم، طبعا لو أنت ما جزمت بس ده اسمه الشك وده براه كفر بالله، قال لا أستطيع أن أجزم
أن الله موجود أو غير موجود، لأني لا أملك أدوات إدراك الذات الإلهية. يعني هو داير شنو؟ هو داير أنه ربنا سبحانه وتعالى إما يشوفه أو يهبشه أو يشمه بالضروريات الخمسة دي، الحواس الخمسة. وده بليد، الشيوعي ده بليد، لأنه الليلة بنقول له أنت لما تمشي تفك الحبكانات أنت وأنا من حقنا نفرح نطير زي الفراش، تلقانا صاقعة خمنا لا أنت يلقوك لا أنا مثلا. يعني لما أنت بتفك في المكانات دي، أها الحب بتاعك ده بيقيسوه بشنو؟ حصل هبشت الحب بتاعك ده؟ الحب بتاعك ده هبشته؟ بيجيب كم كده ذاته بيقيسوه بشنو؟ بطل ها؟ بيقيسوه بميزان موية، فهمت؟ بيقيسوه بالطول، بوحدات الحجم، بيقيسوه بشنو؟ ها بالفيرنيا، بيقيسوه بشنو؟ بيقيسوه بشنو يا شيوعي؟ بيقيسوه بشنو؟ فده دليل. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ما هي حاجة يا شيوعي أنت بتؤمن بها معناتها أنت ممكن تحسها وتدرك بالضروريات الخمسة، تكون حاجة مادية كده، حاجة مادية. فده بيقولوا إنه منهاج الإصلاح يبدأ من محاربة الإسلام الشيوعيين، وهم ساعون في ذلك. عشان كده شيخهم لينين الكبير، أول شيوعي عمل له دولة في العالم سنة 1917، اسمه فلاديمير لينين. تعال يا شيوعي أحضر، خلي الخلط، قطعت النجايل حقت الجامعات كلها. الجامعة تزرع نجيلة تلقى شيوعيين ثاني يوم بقوها قرعة. ليه؟ لأنه تلقاهم خالطين، خلط 16 ساعة الواحد قاعد لا بحس لا يا ناس. الحاصي شنو؟ ده شنو ده؟ هو ذاته؟ وده حب شنو ذاته؟ منو اللي قال لكم حب قدر ده؟ تحبك الشكلوت يا شيوعي، قال لك حب قدر ده ذاته منو؟ المهم تلقى الشيوعي قاعد كويس وينشر الفساد في الأرض وينشر الفساد بين الشباب. ولذلك ده منهج برضو باطل من مناهج التي تزعم وتدعي الإصلاح. منهج الشيوعي مش باطل، ده منهج إلحادي وكفري. وأي واحد شيوعي ثبت إنه شيوعي ها بيقول إنه الله ما في، ده كافر طوالي. أوعى تقول لي إقامة حجة، يغيموا له يا حجة ده، دي مسألة ما فيها إقامة حجة. شيوعي بيقول الله ما في، ده بر الدين ذاته. هسي أنت الليلة في الجامعة زول ما خش طالب هنا بيرفضوه، وما خش ذاته يرفضوا له شنو؟ ده الدين ذاته ما خشاه. عشان كده ما يجي يغشك واحد شيوعي يقول لك والله أنا شيوعي لكن بصلي. أنت يا أيها المناضل إما تكون ما فاهم الشيوعية أو ما فاهم الإسلام، لأنه شيوعي معناه دين ماف، إسلام معناه شيوعية ومناهج تانية ماف، واحد من اثنين، يا تبقى مسلم راسك عديل يا تبقى كافر شيوعي أحمر راسك عديل، زي ما كانوا الشيوعين الهلكوا زي فطوم أحمد إبراهيم دي، ياخذ مرة غريبة مرة واحدة تؤصل للفساد بكل مستوياته. قالت أنا قريت القرآن، عاملة فوق مفسرة، شوف البلد دي الله 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 يكون في عون السودانيين، فهمتها؟ دي قالت إنه المفسرين قالت فسروا القرآن لمصلحتهم الخاصة. قالت وأنا قريت القرآن ووجدت إنه تعدد الزوجات حرام. طيب يا أيها المفسرة الكبيرة فطومة، في آتو آية تعدد الزوجات حرام كده ورونا نسقف يا شيوعين، وين الكلام ده؟ وين في آتو صورة وآتو آية كذا؟ خليت من إنه تعدد الزوجات حرام، تعدد الزوجات حلال، والمفسرين الفسروا لمصلحتهم الخاصة. تعرفوا في شيوعي بيقدر يمسك مصحف؟ في شيوعي بيقدر يمسك مصحف؟ أسي يا شيوعي بتقدر تمسك مصحف؟ أنت فاضل المصحف، لكن هل بيجوز لك تمسك المصحف؟ عشان كده ما بيجوز تدخل بمصحف في ركن جبهة ديمقراطية، فهمت؟ لأنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالمصحف إلى ديار الكافرين. ولا شيوعي ما كافر، في ناس عندهم كده ورع كاذب يقول لك لا بس التوسل الحتة دي ما تدخلنا فوقها، بدخلك وأمرك بغادي كمان، ما دخلك فيها كيف؟ وإذا ما اعتقدت إنه ده كافر أنت ذاتك بتلحقه، خليك منه، أنت بتبقى في التولة بتاعتك دي، تعرف التولة؟ تبقى في رقبتك. المهم فده منهج يدعي الإصلاح، وده منهج باطل فارق فاشل. من المناهج التي تدعي الإصلاح منهج الإخوان المسلمين، منهج جماعة الإخوان المسلمين، ونحن بنتكلم عن المنهج ده بكتبه، هذه لها الكتب بتاعته قاعدة، ده كتاب التصوير الفني في القرآن الكريم، ها؟ وده كتاب دي كتب الصوفية طبعا جايينهم بعد شوية.
الصوفية دل زي الفاصل، احنا ما بنخليهم، تعرف الفاصلة العشرية ما بنخليهم. وده دي كتب سيد قطب، والكتب دي الكتب دي بتروج لها المكتبة العلمية البيجاي دي جنب الجامع، بتروج لها مكتبة العلمية. تقدروا تناظرون يا ناس المكتبة العلمية؟ تقدر جيبوا أحمد سليمان. والمكتبة دي كونها صار صلنا سنة 97، بعد ذاك جو لموا فوق الجماعة دين شالوها منهم. المهم خلونا من الموضوع ده، لأنه نحن في النهاية ده ما موضوعنا معاهم. نحن موضوعنا معاهم في المناهج، المنهج أنت صلح منهجك، وبعد ذاك تاني تفتح لك وسيلة من وسائل الدعوة، تفتح للناس مكتبة، تفتح لهم مسجد، تفتح لهم كتب بتاعت قراءة، ده موضوع تاني. لكن أول حاجة يكون منهجك صحيح. منهج الأخوان المسلمين أسسوا حسن البنا سنة 1928، عرفتها؟ أحفظ التاريخ ده كويس، عشان زول لما يسألك من داعش أو أنت طالب هندسة، أنت تبوك تمشي تحضر ماجستير في ألمانيا ولا في غيرها، تكون زول فاهم، فاهم حتى لو كان عندك بعض المعاصي. ما في النهاية يا أخواننا ما في زول معصوم، لكن تكون إنسان فاهم دينك، فهمت؟ لو مركت تمثل المسلمين ديل برا السودان، تكون انت ذول عندك عزه بدينك. انت ما شايف الكفار يا اخي ناس الكوره عزيزين بدينه. صمويليتو لما يخش الميدان ولا اي واحد كافر ثاني تلقاه بيعمل كده، مش ده معناه الله الله وعيسى الله والروح القدس الله، ثلاثه الله وكلهم واحد. طبعا دي بالكالكوليتر ما بتجي، وبكل القوانين الفيزيائيه والكيميائيه والرياضيات والقوانين بتاعت الحبوبات كلها ما بتجي، لكن هم قالوا كده. ودينه ده باطل، وانت ضحكت منه لانه دين باطل ما بخش العقل ولا بخش السفين جزاته، بعدين انت ضحكت منه، وبعد ده بيفتخر بدينه الباطل ده قدام ملايين البشر. فانت لابد تفهم الدين وتفهم المناهج اللافه دي، ما تقول لا انا مالي ومالهم خليه يتكاتلوا بيناتهم، لا انت جزء من المسلمين لابد تمثل الاسلام الحق، عرفتها؟ ونحن من هنا ما عندنا جماعه ولا حزب ولا عندنا تسجيلات. ووعدوك البيجاي ديل انصار السنه ولا البيجاي ديل فهمته ولا غيره، يجي يقول لك يا اخي انت ما تبقى معانا، لانه النبي صلى الله عليه وسلم قال انما ياكل الذئب من الغنم القاصيه، عرفته؟ وطبعا الحديث صحيح، لكن مش فهموا انه في مرفعين لافي في الجامعه، وانت لو ما خشيت انصار السنه ولا الكيزان ولا الجبهجيه ولا معدل انه بيعضيك المرفعين. حصل لقاك مرفعين هنا؟ في مرفعين عشان ما يغشوك. الحديث معناته تلزم جماعة المسلمين، ما تبقى زي ناس داعش ولا العلاق ديل، ده معنى الحديث. ها؟ ما معناه تبقى لك جماعة من الجماعات. المهم فديل جماعة الإخوان المسلمين قالوا نحن منهج الإصلاح عندنا يبدأ من الحكومة، نمسك الحكومة بعد ذاك نغير البلد. وزمان كان الترابي بيسخر من أنصار السنة لما كانوا شغالين توحيد كويس قبل ما يفكوا الشغلة، كان بيقول لهم سوف نعتلي قبة البرلمان ونكسر كل القباب وندع لأنصار السنة قبة واحدة حتى يكون لهم موضوعة. بعد ذاك يفك لك ضحكة الظريفة ديك، عرفتها؟ ده الترابي يقول لك أول حاجة نمسك السلطة، بعد ذاك شنو؟ بعد ذاك نطبق الحكم. وده مخالف لمنهج النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام لما دعاهم إلى الإسلام والتوحيد والدين قاموا قالوا له أهل مكة، قالوا له لو داير مال نجمع عليك مال، لو داير ملك نبقيك ملك، لو داير سودة نبقيك سيدنا، لو داير زواج زوجناك من أجمل نساء قريش عشرة، لو داير أي حاجة بنديك لها. هل النبي عليه الصلاة والسلام بدأ بالملك أو هل بدأ بالمال أو هل بدأ بالدنيا؟ أول حاجة النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بإصلاح القلوب، بإصلاح القلوب، ببيان التوحيد. لأنه ما ممكن يا أخواننا بلد تمشي لقدام وفيها زي ديل الليله، جيب لك حاجه ناخذ فيها بتعدل، عرفتها؟ ده كتاب الطريقه البرهانيه البيجاي ديل سوق الشعبي المسجد البرتغالي ده، عرفتها؟ عامل زي عصير روزانا ولا اسمه شنو ده. المهم وده من مساجد الضرار، دي فتوى وديها الكوكب الذي بعد الكوكب بتاع المريخ. طيب هنا قال ده الذكر بتاعهم، وده الكتاب يا اخواننا. ناس بينشروا الدين بتاعهم ويقول لك ديننا ده بدخلك الجنه، ويطبعوا وينشروا وما خجلانين منه. نحن ما نوريك له؟ ده الكتاب بتاع البرهانيه، عرفتها؟ وده الضريح بتاع الشيخ برا، مرسوم برا. ودي الصوره بتاعت الشيخ ده محمد عثمان عبد البرهاني، هذا ليه؟ عرفتها؟ ده محمد عثمان عبد البرهاني،
ده كتابه ذاته بالصورة والقلم لكن ما الدار. طيب ده إبراهيم ولده، عرفته؟ ده الثالث، ده ولد إبراهيم اللي هو حفيد محمد عثمان عبد البرهاني، ده كتابهم هم، عرفته؟ وكتاب فوقه المقر الرئيسي للطريقة الخرطوم، مجمع الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. طبعا دي عبارة ما صحيحة، عبارة بتاع الشيعة. المهم صندوق بريد 3 وحدات 4 www.burhaniya.org، إيميل burhaniya-center@yahoo.com burhaniya.com، فهمت؟ وقبل والأيام الفاتت قاموا جابوا معهم منه، جابوا فرفور. طيب احنا ما عندنا علاقة بذلك كده، أنا بقول لك ما أنا دار أوريك إنه تبدأ بشنو. هنا ده قال لك الحزب الكبير، دي أوراد تاع الدين قالوا بتقربك لربنا سبحانه وتعالى. قال بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا البسملة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما فيها شيء إذا بدأت بها كتاب نافع، لكن دي عبارة عن بدع وخرافات أنشأوها من بنات أفكارهم، بدع، وهي بتورط وتكتب لك سيئات ولا تكتب لك حسنات. قال وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وذكر آيات في هذا المعنى. بعد ذلك قال ألف لام ميم، نووا فلووا عما نووا ثم لووا عما نووا. ديات صورة يا ناس كده، وروني دي صورة شنو؟ دي الناس بيحرفوا في القرآن، الناس اللي بيحرفوا في القرآن في كتاب الله. عشان كده لما نشيد على الناس، الناس ما تزعل، الزول ده داري يحرف كلام ربنا، واي زول داري يقرأ والله تعالى يقرأ، عرفتها؟ وبيعوه في الدار السودانية للكتب، وبيعوه في المكتبة بتاعت الجامعة الكبير، وبيعوه في مكاتب الشرق الجامعة الكبير أم درمان، وبيبيعوه في المعرض بتاع الكتاب اللي كان قبل فترة، هذي اللي بيبيعوها برامج، نعمل لهم شنو يا ناس؟ طيب قال فعموا وصموا عما نووا فوقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا. شوف التحريف بتاع القرآن كيف، الآية نزلت كده فهم لا. قال أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا، وأنكم إلينا لا، وأنكم إلينا لا، الآية وقفت هنا. طيب قال وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا، فهم لا، هم لا. طيب يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا. معناه شنو؟ هل لا دي نفي للجملة القبلية ولا الحاصل شنو؟ ورونا فهمونا، عرفتها؟ بعد ذلك قال لا آلاء إلا آلاؤك يا الله ثلاثا، فهمت؟ فكلام غريب جدا، كلام غريب. برضو هنا الصفحة رقم 26، ده كله أسماء بتاع الشياطين وشرك بالله، زي ما حقرأ لك من القصيدة في آخر الكتاب. قال ورد الله الذين كفروا بغيظهم. طبعا هنا يا أخواننا الطرق بتاعنا الصوفية بيلعبوا بمشاعر الشعب السوداني وبالأدلة دي بالآيات، يقول لك نعمل لك حجاب عشان ما يشوفوك، ها عشان ما حجاب بتاع اختفى، واحد جابينه في الجرائد في الكلام ده بدري في السبعينات، كويس، واحد في السوق العربي مشى له فكيك كتب له حجاب بتاع اختفى، مشى لما له في مره وقع بها في السوق العربي، يا زول انت جابوا لك حجاب اختفى ما تمشي اقتل لك اسرائيلي ولا حاجه، فهمت؟ لكن ما اشوف الفهم كيف، ها تمشي لفكي ثاني يقول لك نكتب لك حجاب من العين، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ده شنو اسيدي علاقته شنو؟ واحد يكتب لمرة دايرة عريس يكتب لها وأذن في الناس بالحج ياتوك رجالا، رجالا معناها الذكور يعني، رجالا معناها بيكون عينهم يعني، في ناس بيكون عينهم وناس راكبين حمير وبهايم وكذا يعني. نشرح عليك كيف. طيب قال هنا برضه قال ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. بها 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 بهيا 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 بهيات 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 القديم الأزلي يخضع لجميع من يراني لمقفنجل يا أرض خذيهم قل كونوا حجارة أو حديدة وقفوهم إنهم مسؤولون كأنهم خشب مسندة ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. طهور بدعق محببة صور صورة محببة سقفاطيس سقاطيم أحون قاف أدمة حمة
ها هو امين انا ادري انه ذا تعال اقرا والله هسه انا ذاتي داري لي مويه لكن دي بارده شكلها بتضيع حلقي جيب لي مويه ساخنه ده ذاته نشف ريقنا ذاته فهمت فده شرك وغيره من الكلام الكثير عرفتها الموجود هنا في الكتب دي وفي غيرها من الكتب بتاعت الصوفيه فهمت قال بمحببة الجبالك ديك فتحا لقفل قلوبنا ويا نور عين النور حقق عبودتي ويا صقفاطيس صاحب الحمد والثناء وراك الاسماء دي منه قال لك صقفاطيس ده صاحب الحمد والثناء وصاحب الحمد والثناء هو من والله ربنا قال الحمد لله رب العالمين والحمد لله كما قال علماء اللغة العربية اللام دي لام الاستحقاق لأنه دخلت على اسم ذات واسم معنى بين اسم ذات واسم معنى فتفيد الاستحقاق أي لا يستحق الحمد إلا الله لكن البرهاني قال لك سقاطيم بيستحق برضو سقافاطيس وأحون وأدمة ديل الشياطين بتاع الزول ده شياطين بتاع إنه واحد اسمه أحمى واحد اسمه ما أعرف ليك مولاريا ولا جنو كلهم قاعدين المهم فده المنهج بتاعهم فالإصلاح الإصلاح بيبدأ من وين؟ بيبدأ من العقيدة الصحيحة الأخوان المسلمين قالوا لا من فوق شكل الترابي أول مما جاء البلد دي شبك لك كواريك أمريكا روسيا قد دنا عذابها علي إلا قيتها ضرابها ويا أمريكا لم فلوسك بكرة شباب الجبهة يدوسك فهمت ويا أمريكا لم جدادك وما أعرف بكرة شنو ما بعرفه والطاغية الأمريكان ليكم تدربنا ده الترابي جا كده أمريكان لا بعرفوك أنت يا وسخ ولا بعرفوا العينك ذاته ما كانوا بيعرفوك ده جاء عمل له وده ما مطلوب في الشريعة ذاته في الإسلام يا أخواننا أول حاجة تقوي روحك بعد ذاك تمشي تغزو الكفار النبي عليه الصلاة والسلام أول حاجة كما يقال وحد الصف الداخلي جزيرة العرب كلهم بقوا أو الغالب أو الدولة والقوة بقت للمسلمين بعد ذاك بدأ يرسل الخطابات لمنه الخطابات لبقية الملوك والدول التي حول المسلمين أول حاجة أنت بتصلح الناس الجوع لكن أنت داري تحارب الناس البرة والناس الجوع عقائدهم زي الناس البرة إذا كان النصارى بنادوا عيسى وكده فأنت عندك عواليك هنا بنادوا في البرعي وما صالح بنادوا في محمد عثمان البرهاني ما صالح بنادوا في الختم ما صالح بنادوا في ترعفينا ما صالح بنادوا في المكاشفي ما صالح بنادوا في الضلع عن حديد بنادوا في بعصات سيف أولياء ولا ربات ما تعرفهم ما عندهم اسم يطمن ذاته فهمت؟ هو الشيخ برير وترعفينا ما أعرف ليك شنو كده وراجل السبت يا ناس ده هو الساكت ده هو الساكت فهمت؟ فنفس العقيدة دي قاعدة برا عشان كده زمن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اللي بيطعن فوقه جميع أهل الباطل والضلال لما التتار جو خاشين بلاد المسلمين التتر ناس مجرمين جو خاشين بلاد المسلمين وكتلوا المسلمين حصلوا مرحلة التتري بعد ما يكتل المسلمين ويقتل المسلم وسيفه يتكسر من شدة ما كتل من المسلمين سيفه ده يتكسر طب يقول للمسلم اقف في محلك اشيل لي حجر اجي اطقك به المسلم بيكون واقف يطقوا به ناس وصلوا مهانة عجيبة ابن تيمية رحمه الله قالوا له امرك قاتل مع الجماعة ديل قال لهم ده قتال فوق صوفية بيقولوا يا خائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر ينجيكم من الضرر الليلة نحن هنا بدل قبر أبي عمر في زمن ابن تيمية عندنا أبي عمر المكاشي ولا ما عندنا عندنا البرعي عندنا رجل الكريدة عندنا برير زي ما جاب واحد بليد من الصوفية ديل في شبشة ولا غيره بيتكلم صوفي بيتكلم بعد ذلك بيقول شنو نادوا برير ولا بيقول شنو يا ابوي برير قولوا برير قال بيقول للجماعة قولوا برير زول دكتور تخيل والله انا ما اعرف الدال دي معناها شنو دلوكا ولا دربوكا ولا الدال دي معناها شنو الدال دي معناها شنو الدال دي معناها شنو ورونا يا ناس فهمت قولوا برير والجماعة بيقولوا برير يجيك دكتور ثاني زي الخنجر يجي يقول لك الاولياء بنزلوا المطر يقول لك انت بتسال الله وبرضه ما بديك مطر المطر بالبياض تدفع قروش بدوك لها مطره كم كيلو كم لتر عرفتها امطار ذاتها عجيبه وانا ما اعرف مع ارتفاع الدولار الشيوخ ديل هل بيتاثر معاهم ولا ما بيتاثر معاهم ولا الشيخ بيقى يشتغل ببنزين ولا برحلوا له المطره ولا كيف ورونا يا صوفيه يا مجارنا
فهمت؟ فده كلام غريب. ما دام الشريك ده قاعد، اوعك تستغرب من العيشة بقت بكم، من رطل السكر بقى بكم، من البنزين بقى بكم، من الدراسة بقت بكم، من الشيت التصوير هنا عرفته بقى بكم، من الـ 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 الورق بتاع الرسم بقى بكم، من رسوم السنة الدراسية بقت بكم، من الأكل في الكافتريات بقى بكم، ما تزال منه. ليه؟ لأنه في شرك، في شرك. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله. انظر كيف يرزقهم ويعافيهم ويدفع عنهم ثم هم يشركون به ويجعلون له ولدا. ربنا سبحانه وتعالى رؤوف رحيم. الناس ذي يا أخواننا ناس نشروا الباطل في الضلال. فأول حاجة تبدأ بها ما بتبدأ بالسلطة وتبدأ بالكلام في الحكومة، أول حاجة بتبدأ بشنو؟ تبدأ بالتوحيد. الناس ذي قلوبها تبقى معلقة بربنا سبحانه وتعالى. وفي السماء رزقكم وما توعدون. تلقى الزول الزول تلقاه معلق له في دكانه، تاجر ولا غيره، تلقاه معلق له صورة بتاع الشيخ، يقول لك أبويا الشيخ ده، الصورة دي لما تكون قاعدة هنا الزباين بيكتروا. يخفي كتاب طبقات والضيف الله، تعرف الصوفية ده اللي بيعمل شنو؟ بيكتبوا للنسوان بتاعت الزنا ده هنا في الكتاب ده، اسمه منو؟ حسن، ترجمة حسن وتحسونه، وده بقروا في جامعة الخرطوم، واحتفل به والسودان باعتبار انه ده كتاب يعني يمثل التاريخ السوداني، كتاب ده بتاع طبقات والضيف الله. قال حسن وتحسونة جات واحدة قالت له: يا شيخ أنا حظي بقى بسيط، دي ماسكة لها أنداية، أنداية معلش احنا ناس بيقول لك أنت أسلوبك حار، معناها شنو؟ بتاع الزنا، معناها شنو؟ ترجمة لي دلعة، دلع الكلمة يا ناس ما تلعبوا علينا. ده قالت له: يا أبو يا شيخ أنا الزباين، قال له مش كان يقول لها يا بنت الحلال اتقي الله، وربنا قال: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، واتزوجي ربنا بيكفيك بالحلال، او امشي اشتغلي اي شغله حره وكده، امشي اشتغل. مش كان يعظها الشيخ؟ قام حسن وتحسونه مدفون بجاي، في واحد في النت لو خشيت بينده في حسن وتحسونه، اخضر في اخضر كله زي كيس الطحالب، بيقول: يا حسن شنو ما عارف ليك، وحسن بيتصرف في الكون الى اخره، فهمت؟ المهم قال حسن وتحسونه كتب ليها حجاب بتاع زباين للزنا، هنا قاعد في طبقات الضيف الله، فهمت؟ فطوالي شالت الحجاب، قالت: فحظيت حظوا شديدا، شغلانيه بقى فيها حجز بالطوب وبتاع، الصفوف طولت، طالت بقت في صفوف طويله. بعد شويه الحجاب بتاعها انقطع، مشت لواحد بيجلد الحجبات، زي مش الموبايل فيه تجاره الكفرات، والموبايل فوقه الشواحن والاكسسوارات ولا بسموها شنو، برضو الصوفية عندهم اكسسوارات في تجليد الحجاب، فهمت؟ وفي السير اللي بيعلقوا به والحجاب، هو استقيل. قال مشت للي بيجلد الحجاب، فتح الحجاب، قال لها: بنت الحلال ده شنو ده؟ انت ده منو كتب لك الكتاب ده؟ قالت له: والله ده ابو يا شيخ حسن وتحسونه. لكن قال لها: شيخ ما نبذك. كيف؟ قالت له. قال لها: ما كتب لك نبذك في الكتاب ده، الكتاب ده موجود هنا، هنا موجود. قال: كاتب لك حموزة مهيوبة حمراء ومقلوبة تقلب الهوبة في جزائر النوبة، لو أنت لم تفهم أسأل جدك عشان يفكك بالطرابيزة، والله والله يفكك بالطرابيزة. المهم كده خليه. فده ده الهوس الموجود، تجي تقول لي يا سلام وكده، الناس بتمشي لقدام، ما بتمشي لقدام. إذا كان في الكتاب ده هنا، هنا بيقول لك الأولياء بيقولوا للشيء يكون فيكون، زي ما قال دفع الله، دفع الله ابن إدريس ودى الأرباب، وقال اسم دفع الله هو اسم الله الأعظم، عشان كده كان بيكتب في الحجاب دفع الله دفع الله دفع الله دفع الله. قال: واستدل بقوله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض. دفع الناس معناه ربنا سبحانه وتعالى يحث المؤمنين يكاتلوا الكفار، مش معناه ولولا دفع الله، دفع الله بتاع شنو؟ كويس. طيب كلام غريب، ما دين الصوفية ناس، ده الدين بتاع الصوفية، والكتاب ده الزول ده قدم به في جامعة الخرطوم، المحقق بتاعه ده قدم به في جامعة الخرطوم ودوه بسببه دكتوراه، فهمت؟ عشان تاني ما افضل يتكلم معانا. شوف احنا موضوعنا ده موضوع حار جدا، موضوع بتاع الكلام في الأحزاب والكلام في المناهج والكلام في العقائد الباطلة، ده ميدان حار شديد، وما يزال بيقدر يقف عليه. ليه؟ لأنه الناس دارين يطبطبوا على الناس،
الجرح ده يقول لك بالراحة بالراحة بالراحة، والجرح ده انت لازم تجيه تمام وتمرق الوسخ الفوقه والدم يمرق والعظم يظهر، بعد ذاك حتى تجيب الديتول وتدي شاش وتدي مسكنات وحبوب، لكن ما دام المرض موجود ما بتمشي لقدام. طيب هنا قال لك موسى ابن يعقوب الفضلي، الصفحة 197، ده الكتاب بتاع الصوفية، ده بقروه للطلبة. تخيل كتاب ده تمتحن في الكتاب ده، مهندس دكتور اقتصادي غيره. قال الفضلي الوثيقي أما وأبا، مشى في كلام كثير وإنه الإنسان القض والغوث وكده. قال ووقعت له كرامات، قال وكان إذا نظر للأعراب الجلف ينطق بالحكمة. يعني قال مش ادت ما الشيخ ده ملان دين بس بعائل للأعراب الجلف، ما أعرابي بس شغله بهايم بس، مما يعائل للشيخ أو الشيخ يعائل له. طوالي قال لك ينطق بالحكمة. طيب قال وأرشد خلقا كثيرا بمجرد النظر يوصل إلى درجات الأولياء، يعني بس عايل لك كده طوالي بحصلك درجات الأولياء. المهم قال ووقعت له كرامات وخوارق عادات، منها علمه بمنطق الطير. قال لك الفكده كان بيعرف لغة الطير، فهمت؟ قال ذات يوم هو جالس، الشيخ قاعد، والمشاط يمشط رأسه، قال قابلته طيرة بكوة البيت فسكسكت، قال فسكسكت الطيرة، طبعا الطيرة عادي بسكسك، لكن قال فسكسك هو لها، دي الغريبة طبعا. قال فطارت، قال ثم جاءت طيرة أخرى فلما قابلته سكسكت فسكسك لها، فقال له المشاط، المشاط ده شكله ما نصيح ولا الحاصل عليه شنو، انت شفت زول بسكسك للطير مالك وماله تاني؟ طيب قال سألتك بالله الذي لا إله إلا هو، ده مصدق انه ده بيعرف منطقة الطير. قال إن قالت لك وإنت إن قلت لها، يعني قالت لك شنو إنت قلت لها شنو؟ قال امرأة مع زوجها وفقت بينهما. والله ما مصدق يجي يقرأ، قال أصلا والدبرة كان دار يطلق عشوشة لكن أنا قلت له رجعها، والله جد ولا كان بيناتهم في مرجوعة أوس ديلا الصوفية. لسه أنا أديك كلام ثاني، إسماعيل صاحب الربابة ده ولي عند الصوفية عادي، مش حصلت ولي بعد تسوي أي حاجة، زي ما قال الختمية مريدي لا تخف، قال أرقص وغني سوى أي حاجة. إسماعيل قال لك صاحب الربابة، إن شاء الله نلقاه، وينه إسماعيل ابن جابر، صفحة 11. طبعا هنا في كلام عجيب مرة واحد احنا ما بنقوله للطلبة دين، عرفته؟ المهم بنجيه ان شاء الله لقدام. طيب نجي لواحد تاني نجي لواحد اسمه خليل الرومي، كويس؟ وفي حمد ود النحلان ود الترابي، ده جد الترابي الهلك ده، جده طوالي اسمه حمد النحلان، وده برضه يدعى النبوة، ذرية بعضها من بعض، ظلمات بعضها فوق بعض، فهمت؟ جده ذاته يدعى النبوة. طيب وبرضو واحد من الجماعة ديل قال الزول ده برضو ادعى النبوة. طيب قال لك الشيخ اسماعيل صاحب الربابة صفحة 39، قال ابن الشيخ مكي الدقلاشي ده يتوسل به والبرعي، قال لذ بالرجال العارفين بربهم كالجيل والبدوي ودقلاشي. طيب قال أول ما تقوم عليه قال وله كلمات يتغزل بها في مدح النساء كتهجة وهيبة، ده اسماء سودانيات بدري زمان أسي ما في، قال مثل ليلى وسعدة في كلام المتقدمين، طبعا الكتاب ده سوداني وباللغة الدارجية. قال أول ما تقوم عليه الحالة يمشي في حوشه ويحضر البنات والعرايس والعرسان للرقيص. قال لك الشيخ ده أول ما تقوم عليه الحالة، الصوفية عندهم أنت لما تذكر الله كثير بتحصل حالة كده بتسقط عنك التكاليف. قال الحالة دي أول مما تقوم على الشيخ، قال يمشي في الحوش ويحضر البنات والعرايس والعرسان للرقيص ويضرب الربابة، فهمت؟ قال ضربة لها كل ضربة لها نغمة يفيق منها المجنون،
وتذهل منها العقول وتضطرب لها الحيوانات والجمادات. أسمع الكلام ده، قال حتى إن الربابة يضعونها في الشمس، أول ما تسمع صوته تضرب على نغمته من غير أن يضربها أحد. فهمت؟ دي دستو ولا جنو ما بعرفها. قال وفرسه بنت بكر يشدونه له وكده، يعني ده كان الحال بتاعه زي اللمين بتاع التشيكسي داك، بيجيب البنات والأولاد في الحوش وبيجمعهم سوا. قال وكان يتغزل بالنساء. ده شيخ، تخيل، ده شيخ صوفية كان بيتغزل بالعوين والنساوين. فهمت؟ قال والنساء التي يتغزل بهن في شعره هيبة وتهجى الجعالية الكرتانية. قال رضي الله عنه في تهجى، يا ناس رضي الله عنه بيتغزل في النسوان، ونسوان مزوجات، نسوان مزوجات. انت اسمع الكلام، كلام سفه وقلة أدب، لكن احنا بننقله عشان تحذر من التصوف. قال حر الفونج مرق طالب الدبيبة، قميص للركاب حاقب له عيبة، خشم تهجى عن الكذب مجرد، مريسة فيتريتا وردا مترد. فهمت؟ شوف ده وصف ذاته مشقلب، يعني بيتكلم عن خشمه انه مشدة ما ظريف وكده، وده فسخ وقلة أدب، لكن قال بيشبه المريسة، معناه عمك ده ذاته بطقة، صح؟ كويس. طيب قال وقال رضي الله عنه أيضا، يا زول ده رضي الله عنه. طيب قال صب مطر الصعيد وصاح المغرد، خفيف القلب من الكعكع معرد. ده قريناه ولا ما قريناه؟ برضو قال خشم تهجى عن الكذب مجرد، مريسة فيتريتا وردة مترد. المريسة دي ماله؟ الزول ده معاه. قال وقال رضي الله عنه صب مطر الصعيد دعاش يا ليت عايد، فوق خشم البيوت جروا الكسايد، النسوان بلا هيبة مقلايد، لحم سوق رخيص مشتر بحدايد. فهمت؟ قال صب مطر الصعيد وطلق علينا برده، خشم هيبة يشبه طيات البحر دوة، تعجبك في الرقيص حين ما تهردو، يا هنية من حواها وقضى غرضو. قال وإن زوجها، بالتأكيد وإن زوجها، خاف عليها منه فغنجر بها إلى تقلي. شو زول ده مرقة من وين؟ مرقة من وين ما بعرفه، مرقة في تقلي 12 ساعة بالعربية الزمن ده كم يوم؟ فهمت؟ خايف من الوسخ ده، لأنه قال ولي، لأنه ده ممكن يقوم يهبش الخشم اللي بيشبه المريسة، يقول لك خليه والشيخ غرقان غرقان. تغرق هنا؟ أنت تغرق هنا ليه؟ أنت ما شايف البحر؟ ده الهوس بتاع الصوفية، ده الشرك. كلام كثير لسه موجود، ده في وفي كلام. أنا لو أديتك الكتاب ده والله يكرمك دخلت به والحمام بتجدع وتجي جاري، والله كلام وسخ. الشماسة بتاعنا السوق الشعبي ما بقوله، والله لو وديته للشماسي بيقول لك انت زول مجرم ولا شنو؟ تقريني الكلام ده ليه؟ شين كلام، شين مره واحده، ذا موست شينست كلام في البلد دي قاعد في قطب الصوفيه. طيب في كلام لسه، كلام لسه. خليل الرومي، قال الصفحه 112، خليل الرومي. برضو اديك قبل خليل الرومي، تفتح اي صفحة من الكتاب ده فيها بلوى براء، بلوى لا يعرف لها مثيل. ده ديشين قاضي العدالة، ده قال ولد بمدينة أربجي بجاي، والمهم وهو احد القضاة الاربعة الذين قضاهم الشيخ، قضاهم الشيخ عجيب بامر الملك دكين، الى ان قال وسمي قاضي العدالة. ديشين سموه قاضي العدالة ليه؟ قال لأنه فسخ نكاح الشيخ محمد الهميم، وذلك أنه في حالة الجذب الإلهي، ودي الوهمة هنا، ولك في حالة الجذب الإلهي، أنت لو صدقت ومشيت من هنا بعد ده ممكن يجذبوا لك مرتك وأختك، بيجذبون كلهم، ما في حاجة في الدين اسمها جذب إلهي. هل ذكرك ده أفضل من ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما أفضل. هل الرسول صلى الله عليه وسلم حصل حالة الجذب الإلهي لغاية ما يقع في أعراض الناس؟ حاشاه عليه الصلاة والسلام. طيب ليه الصوفية بيقعوا في أعراض الناس؟ قال وأنه زاد في نكاحه من النساء على المقدار الشرعي وهو أربع، وجمع بين الأختين. شوف زاد على الأربعة وبعد ذاك شنو؟ جمع بين الأختين، يعني ده شنو؟ محرم على محرم. قال تزوج بنات أبو ندودة الاثنين في رفاعة، عشان بعدين لما تحضر المناظرة بين الدلوكة بتاع أنصار السنة ذاك اسمه الهواري والصوفي لزيرك، قام قال له لا يا أخي
احنا عندنا في السودان بنت الخاله بقول لها اخت، لا لا لا، قال بنات ابي ندوده. بنات ابي ندوده دي بالعربي ولا الانجليزي ولا نفاضله لك عشان تفهمها، فهمت؟ قال في رفاع وجمع بين بنات الشيخ بانق الضرير كلتوم وخادم الله، كمان جاب لك بالاسم يا كذاب يا ايزيرك، وداك الوهمه مشت عليه الهواري ديل انصار السنه ديل، والله والله ديل زي ما قال المثل، لا بيشتروا لا بجيبوا الحجارة، ما عندهم اي موضوع، فهمت؟ بس كواريك محاضره تسمع وككك وككك وما في اي حاجه، ما في اي موضوع، فهمت؟ قال حين قدم الشيخ الهميم اربجي وحضر صلاه الجمعه باربجي، فلما اراد الخروج محمد ود الهميم الصوفي من الجامع قبض دشين لجام الفرس وقال له خمست وسدست وسبعت ما كفاك حتى جمعت بين الاختين، ها دي كلها محرمات. قال له خمست يعني زوج كم؟ خمسه وكلهم في حبله ما طلق، وسدست كلهم في حبله. قال فقال له ما تريد بذلك؟ داير شنو؟ قال له قال له اريد ان افسخ نكاحك لانك خالفت كتاب الله وسنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وكلامه صح دشين. قال فقال له اترك قال فقال له الرسول اذلي. الحميم قال له دشين قاضي العداله، قال له الرسول اذلي زي الركيني ده قبل سنوات 2005 وجابتها جريده الدار. جات واحده دارت تتزوج او دار امر من الامور للفكي، وحرام تمشي للفكي للركيني ذاك هناك، بيتكلم في المنبر بيقول لك مرحبا بك يا حبيب الله. قال الرسول جاء في ابو ادم مربع سته والله، وفي هناك الموقف بتاع الركشات هناك شارع كله دقداق كله مويه. المهم قال النبي صلى الله عليه وسلم جاء، والجماعه بتاعنه لما يقول الكلام ده طوالي بيقلب هوبه، ما عندهم وهمه معينه بيحفظوها، لما الوهمه دي تجي جماعه بيقلبوا هوبه طوالي. المهم ده جات واحده بعدين لما عجبته، طبعا ده الشغل بتاع الفكيه، لما تجي واحده كده وتعجبه يقول له مرتك دي دار عزومه ثقيله قاعده مع ام الفقره، ام الفقره دي الكاشير انت ما فاهم الحاصل، فهمت؟ اما لو لقى ما عجبته كده بيقول لك دي اديها بخرات ساكت مفوتها. ما الفكي بيلعب زول نجمي كبير جدا في السفه بتاعه ده، فاهم الحاصل؟ انت عارف الفكيه ديل؟ الفكيه ديل اسفه من الشغل الحاصل في مجتمع الفن، اسفه منه الا من رحم ربي وقليل ما هم، فهمت؟ قال فقال له الرسول اذلي. والشيخ ادريس ده ادريس ود الارباب الفركه، وده كمان قال ربنا اداه فركه من الجنه قطعه قماش جاته من الجنه، قال فهمت؟ قال وكان الشيخ ادريس حاضرا فقال لدشين اترك امره وخلي ما بينه وبين ربه، خليه وقال له بينه وبين الله. طيب يا اخواننا لو كان الامر كده ليه ربنا نزل تحريم الزنا؟ ما الزاني ده خلوه بينه وبين ربه، ولا ما عنده رب الزاني؟ ولا كافر عندكم يا صوفيه؟ السارق برضه خلوه بينه وبين ربه، وكذلك القاتل للنفس خلوه بينه وبين ربه، لكن دي زندقه وقله ادب ودياثه من ادريس ود الارباب فركه، فهمت؟ قال فقال دشين ما بهمل امره وقد فسخت نكاحه. فقال الشيخ الهميم لدشين فسخ الله جلدك، فيقال إنه مرض مرضا شديدا حتى انفسخ جلده، وما رجع من أمره للشيخ الهميم وما زاده ذلك إلا يقينا، فمن أجل هذا سمي قاضي العدالة، فهمت؟ وده الإرهاب بتاع الصوفية، يقول لك تهبش الشيخ بيفسخ جلدك، والشيخ بيعوج حنكك، والشيخ بيحملك، والله بيقول لك كده. مرة احنا شغالين في الغربي والله ما تمشي بعيد، درجنا صوفي ختمي درج كان ماسك الكاميرا بتاعت الصوفيه، والكاميرا اظن ما شغاله ولا بطاريتها نزلت، بليد ساي مع صوفي. المهم جا خاش لينا بعد ردمناه بالادله والايات، فهمت؟ وفتحنا له فرصه، قال والله انت الشيخ بنزل المطره والشيخ يحملك، قال الشيخ يحملك، وانا ما زلت في ضعف ما سمنت ذات وكرشه ما قامت لي، خليك احملني شيخ بتاع شنو يا اخي؟ عشان كده الصوفيه يقول لك كم ناكرا زاد نكرانه عفص الشيخ طلع مصرانه، فهمت؟ هو الساكت كذب، يقول لك اكان في زول يتكلم في ابونا الشيخ البرعي زي ما بيحكوا النكات المجتمع السوداني، يقول لك الترابي عمل مشكله مع البرعي، الترابي بيجي يعمل حاجات كده داخليه، المهم خلينا منه، فهمت؟ ونميري داري يجي يدمر مسجد البرعي ولا شنو ما عارف، الطياره وقفت في الصحراء وما قامت، هو الساكت كذب ما بيعمل لك حاجه الشيخ، ما تخاف من فكي ولا تخاف انه يقول لك بيعمل سحر ويربط لك ريتينزا، لو ربط الفكي ذاته ما بسوي ليش.
جيب الفكي جيبه هنا، ومجموعة من السحرة تقرأ له آية الكرسي بس بتلجنه مرة واحدة، فهمت؟ ما شايف بتاع الهلالية والدلميرين داك بيرمي الناس بالعصاية، بيرميهم بالعصاية، فهمت؟ مرة مشى الجماعات هناك لقاه أخونا الشيخ أبو بكر، وخش عنده حلقة، الناس بيكونوا ميدان كبير وهو في النص، خش معه في الحلقة وقرأ له آية الكرسي، بيعمل العصاية كده ما بترمزون، قال ده منو ده بيقرأ قرآن؟ طيب أنت وكيد شغلك ده دين القرآن بيبطله؟ عرفت؟ واحد قال له ده الزول ده، قاموا شالوه جماعة وجدعوه برا هناك، عشان تعرف إنه التصوف ده تصوف هوى الساكن، وإنه الشيخ ده وماسك الكون والشيخ ده بيتصرف، يا ناس ما بتعملوا حاجة، ما بتعملوا حاجة. زمان بتاع الختمية اسمه أبو سبيب في العرضة هنا، دائرة العرضة انتخابات 86 أزال أهلك بوروك، كان خدت له طشت قدامه فيه موية، بيقول للحريم الختميات أن ما بتصوت لي أنا شايفها في الطشت، فهمت؟ الطشت بتاعك ده كأنه كاميرا مراقبة، فهمت؟ وأنا ما عارف بشوفها أبيض وأسود ولا بشوفها ليلي ولا كيف، ولا وضع بتاع نهار ولا تلغاي، هوس ساكت، هوس بتاع تصوف. فمنهج الإصلاح يبدأ من ديل، ما بيبدأ من الهوس بتاع الشعبيين القاعدين بجاي ديل، ولا الشيوعيين اللافين معاهم ديل، فهمت؟ دي حركات بتاع التنظيمات، الناس الشغالين جوا ديل منظمين، ما في حاجة اسمها زول في الجامعة دي ما منظم أو ما منتمي لفكر ولمنهج معين، إما تكون زول مسلم ماش عديل، وده الحمد لله غالب الطلبة، أو تكون مباري ليك حزب ولا جماعة ولا تنظيم، فهمت؟ والكلام يطول. فأول منهج الإصلاح وده منهجنا نحن بنشتغل توحيد، أن يوحد المعبود وهو الله، وأن يوحد المتبوع وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. والكلام يطول لكن نفتح فرصة للمداخلات والأسئلة والنقاش. لو في شعبي كلامنا ده ما عجبه، لو نحن جايبين لكم كلامكم هنا مؤتمر الشعبي دي وزعتوها في الجامعة دي قبل سنوات، قبل سنتين ثلاثة كده، عرفتها؟ ودي التلفونات حقاتكم ما بعرفهم يتخرجوا ولا قاعدين، فهمتها؟ قال لك الحركة الإسلامية الطالبية جامعة السودان المؤتمر الشعبي الإسلام والحريات سلسلة خطى يعني خطى نحو التغيير، ومن البداية ماشيين غلط، فارقوا الإصلاح في فراق الطريف ليه جملوا كما يقول المثل السوداني، فهمتها؟ ده شفته من العوالق واليتامى ساكت، ده شفته من اليتامى أحبوبتكم ماتت، التراب ده انتهى خلاص هلك، عمك خلاص روح، اها انتوا شدوا حيلكم عندكم شنو انتوا؟ الترابين ديل أسوأ من الصوفية، الواحد بيجيك بالعقل والفكر والتحرر والتقدم وهو أبلد بني آدم. الترابي زمان ما تكلم عن عذاب القبر، تزال الشعبي ها كيف؟ لا كيف يا أخي؟ لابد من عذاب القبر، وكانوا زمان بيوعدوا الناس في الجهاد بالحور العين والمسائل الزي دي. الترابي ذاته لما انشالوا برا قام قال للناس ما في حور عين ولا ما قال؟ عرفته؟ أنكر المسلمات المعلومة من الدين بالضرورة الترابي، قال عيسى عليه السلام ما نازل، قال عذاب قبر ما في، قال بلاوي كثيرة جدا. رأيكم شنو يا شعبين؟ فرصة مفتوحة للأسئلة والمداخلات والنقاش والاستفسار والمناظرات وأي حاجة، فرصة مفتوحة، خش يا شعبين، احنا ما شايلين حاجة، ما شايلين أي شيء، ما شايلين أي آلة حادة، الكرسي دوف من الجامعة ما مننا نحن، أكثر آلة حادة شايلينها، فرصة مفتوحة، لا تخافوا. وين الشعبين؟ البيجاي ديل تعالوا كده ورونا بتحلوا المشاكل دي كيف؟ حراك قال، حراك، عشان يغشوك، ها؟ يغشوك، أيوة لابد من التغيير، تعمل فوق الود كده ظريف يعني، زي الوهمات بتاعت ناس اسمهم شنو ديل؟ هاي يقول لك القيادة والتخطيط الاستراتيجي، والواد يكون زول كويس ومتواضع وماشي تمام، بعد شوية يركبوا فيه شريحة، يقول لك أنا ما فاضي، ها؟ أنا ما فاضي. وما زول قال يركبوا فيك شريحه انت ذاتك لما تتحير ذاتك. يا ناس هوي انا كان لما تغشونا ساكت، ما تغشونا ساكت، عرفتها؟ فرصه مفتوحه للمداخلات، صار سنه ذاته فرصه مفتوحه لكم.